اليوم جيت نعاود لكم واحد الواقعة اللي وقعت لي في الدومين الموسيقى وعندها علاقة بالقضية الوطنية ديالنا اللي هي الصحراء المغربية واللي يقدر يوقع فيها أي موسيقي وأي فنان مغربي. القصة بدأت بأن واحد الموسيقي جزائري معروف، يعني معروف على الصعيد العالمي، كان تعامل معنا انا وواحد المغني سميتو فنان مرسلي، هو من مدينة اكادير، تعامل معنا في واحد الاغنيه اللي غتخرج قريبا، اغنيه سميتها البركه، وانا كنت كتبت الكلمات ولحنتهم. من بعد هو اعجب بهذوك الكلمات اللي درت. من بعد كان عنده واحد البروجي مع واحد الشركه انجليزيه، يعني في الديار الاوروبيه، واتصل بيا على انني نخدم معاه واحد جوج الاغاني، نكتب كلمات على الالحان وهو صيفطهم ليا. بالفعل صيفط ليا دوك جوج ديال الالحان، الاولانيه سينيتها معاه وصوبت له جوج اغاني زعما في المستوى. الحمد لله نالوا الاستحسان ديال كاع ديك الشركه اللي كيخدم معاهم. المشكل انني كنت فاجئ النهار اللي خرجوا هما لو برودوي ديالهم للسوق على الشبكه العنكبوتيه، لان اصلا العمل كيضم دول ديال شمال افريقيا، يعني المغرب، موريتانيا، الجزائر، تونس، المغرب. حنا كنتفاجئوا ملي خرج الملصق الاعلاني ان كاين المغرب، الجزائر، تونس، موريتانيا، وكاينه الصحراء الغربيه، يعني البوليزاريو، الصحراء الغربيه. حنا ملي شفنا هذاك تفاجئنا بهذيك القضيه. اتصلت بالفنان مرسلي صديق ديالي، قلت له واش شفتي الملصق الاعلاني اللي دايرين هاد الناس هادو؟ راه ماشي معقول. فعلا حتى هو ما عجبوش الحال. اتصلنا بالسيد اللي وسيط ما بيننا وبين هذيك الشركه، قلنا له انت راه ما كاينش شي حاجه سميتها الصحراء الغربيه، كاينه الصحراء المغربيه فقط، وحنا يعني كنأكدوا ان خاص تحيد هاد الكلمه هادي من هاد الملصق الاعلاني، او لا حنا كنسحبوا وتحيدوا الاسماء ديالنا من هاد البرودوي هذا ومن هاد الالبوم. وفعلا الحمد لله استطعنا باننا نضغطوا على ديك الشركه بانهم يحيدوا هذيك الصحراء الغربيه من الملصق الاعلاني ديالهم، لانهم ما عارفينش. وهذه فرصه، لان ما يمكنش نقولوا كل واحد في الموقع ديالو راه ممكن يخدم القضيه الوطنيه. هاد الناس هادو دابا كيسحابهم ان شمال افريقيا فيه شي حاجه سميتها الصحراء الغربيه. حنا صححنا اليوم هاد المعلومه والحمد لله اننا استطعنا اننا نصحوها وحيدوا هذيك، كما غادي تشوفوا في الصور ديال قبل وبعد اللي غادي تشوفوها ان شاء الله في القناه ديال الدار. وهذه دعوه لكل الفنانين المغاربه انهم يتحروا بحال هاد المسائل، يشوفوا مع من كيتعاملوا ويشوفوا، لان القضيه الوطنيه ديالنا كما قلت راه اي موقع ديالك كيما كنتي ممكن تخدمها. يعني الفكره انني نقدر نفيد القضيه الوطنيه ونفيد الصحراء المغربيه، ان كما كيقولوا الصحراء المغربيه في الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ولكن سانونبيش ولا يمنع باننا ناكدوا هذه القضيه هذه. والحمد لله باننا استطعنا اننا نبدلوا هذاك الملصق الاعلاني لشركه عالميه، ماشي في انجليزيه، يعني ماشي على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الاقليمي، بل على الصعيد الدولي. وكنتمنى الزوار ديال موقع الدار يعني اوقات سعيده، وانهم يستافدوا من البرامج اللي كتقدمها هذه القناه الرائده. وشكرا. وكنوجه واحد النداء، واحد الرساله للفنانين المغاربه اللي كاينين خارج ارض الوطن، يعني في ارض المهجر، خصهم يعرفوا انهم هما في الخطوط الاماميه وهما السفراء ديال الاغنيه المغربيه والسفراء ديال القضيه الوطنيه. يعني خصهم يردوا البال من هذه المسائل هادو ويكونوا خير سفراء للقضيه الوطنيه، ويعرفوا بها ويعرفوا بالمناطق الصحراويه ديالنا. وكذلك بالنسبه للفنانين ديال الداخل، انهم يهتموا بالموروث الثقافي الصحراوي وينميوه ويخدموا عليه ويخرجوا منه شي حوايج ويقدر يوصل للعالميه، ويعرفوا الناس هذه المنطقه هذه كمورد ثقافي صحراوي مغربي صرف.
بالنسبة للمسار الفني ديالي ابتدى تقريبا من أواخر التسعينات وبداية 2000، وخدمت مع واحد الفرقة اللي سميتها رياض سوس، اللي كانت الحمد لله كنت حز عليها الجائزة الأولى على الصعيد الوطني في صنف الأغنية الشبابية في مهرجان العدواتين اللي كانت يتقام في الرباط في سنة 2006. كانوا كتبوا الصحف على هذا الإنجاز هذا. الحمد لله اللي كانوا تقريبا شي 20 فرقة اللي كانت على الصعيد الوطني، وكانوا كيتباروا على هذا وسبحان الله العظيم اللي غريب الصدف أن الأغنية اللي كانت حس بها على لو برومي بري كانت سميتها حققتي لنا الاستقلال وفديتي شعبك في المنفى، يعني على المغفور له محمد الخامس. وكانت أغنية وطنية، وهذه من غريب الصدف اللي كنهضروا على هذا الموضوع هذا ديال الصحراء المغربية دابا. بالنسبة للفنانين اللي تعاملت معاهم، تعاملت مع بزاف الفنانين، تعاملت مع فنان مارسلي في شي تقريبا شي 4 ديال الأعمال، تعاملت مع فنان ياسر رديف في واحد الأغنية راه قريب غادي تخرج، وتعاملت مع فنانين أخرين على الصعيد الوطني. وعلى الصعيد العالمي كنت تعاملت مع واحد ميزون دو بروديكسيون من الالمان، كاين واحد الموزع الماني كيدير واحد بحال قلتي خليط من الموسيقى ديال العالم على واحد لو تيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.